متابع بنكير في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. ونشره اخباريه جديده هنتابع فيها اخر التطورات في القطاع الاقتصادي وكل ما هو جديد في الاسواق، والبدايه بالعناوين. سعر الدولار في السوق السوداء يهبط مع تراجع المضاربات. رئيس الوزراء توافق مع المركزي على توفير التمويل اللازم للادويه والمستلزمات الطبيه. 13 مليار جنيه صافي ارباح شركه ابو قير للاسمده خلال 9 اشهر. توقعات بارتفاع سعر الذهب في مصر 1000 جنيه للجرام الواحد. بانكير، نبض البنوك. واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك العاملة بالسوق المصرية. يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه نشاط السوق السوداء مع قرب أجازة عيد الفطر المبارك وتوقف المستوردين عن طلب دولار من السوق الموازية. وفقا للمتعاملين فأنه يجرى تداول الدولار في السوق الموازية عند مستويات تتراوح ما بين 35 جنيه و 35 جنيه و 50 قرش في الوقت الحالي. وأمس ثلاثاء تراجع سعر الجنيه المصري في العقود الآجلة لأجل 12 شهر لمستوى قياسي جديد عند 44.4 للدولار بحسب بيانات وكالة بلومبرغ. وفي السوق الرسمية ولدى أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر. استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30 جنيه 75 قرش للشراء و 30 جنيه 85 قرش للبيع. وفي البنوك الخاصة سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي مصر 30 جنيه 85 قرش للشراء و 30 جنيه 95 قرش للبيع. ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الورقة الأمريكية الخضراء عند مستوى 30 جنيه 83 قرش للشراء و 30 جنيه 95 قرش للبيع. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تحرص على متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة حتى لا يحدث نقص أو أزمة في ظل الاهتمام بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، لافتا إلى وجود توافق مع البنك المركزي على توفير التمويل اللازم للأدوية المطلوبة والمستلزمات الطبية. وتابع رئيس الوزراء موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وعدد من المسؤولين. وخلال الاجتماع استعرض وزير الصحة والسكان موقف توافر الأرصدة المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية والجهود المتعلقة بتوفير الأدوية والمستلزمات الحرجة والمفاوضات والمباحثات مع الشركات العالمية لتوطين صناعة الأدوية محليا وجهود الوزارة لجذب الاستثمارات المختلفة لهذه الصناعة. أظهرت مؤشرات نتائج أعمال شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال 9 أشهر المنتهية في 31/3/2023 مواصلة الشركة لتحقيق نتائج مالية متميزة. وبحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة ارتفعت إيرادات المبيعات بنسبة 44% مقارنة بالفترة المثيلة من العام المالي السابق لتقفز إلى 17.3 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه. وبالتوازي صعد صافي ربح الشركة بعد الضريبة بنسبة 86% يصل إلى 13 مليار جنيه مقابل 7 مليار جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق. وتحملت الشركة ضرائب قدرها 3.4 مليار جنيه عن الفترة الحالية مقابل 1.9 مليار جنيه عن الفترة المثيلة وبزيادة 1.5 مليار جنيه. وترجع هذه النتائج المتميزة إلى عمليات التشغيل السليمة والصيانة الدورية للمعدات وعمليات الإحلال والتجديد المستمر للمصانع، والتي أدت إلى استمرارية تشغيل المصانع وخفض تكلفة التشغيل، إضافة إلى التسويق الجيد لمختلف منتجات الشركة مع فتح أسواق جديدة والحصول على أفضل الأسعار. قال أمير رزق خبير المشغولات الذهبية أن الرؤية غير واضحة تجاه أسعار الذهب، ولكن وفقا للمؤشرات فهناك توقعات بمواصلة الارتفاع في سعر الذهب خلال الأيام المقبلة بنسبة 10% خاصة مع عودة نشاط أسواق الذهب وهو ما يتزامن مع عيد الفطر 2023 وازدهار حركة البيع والشراء من قبل المواطنين. متوقع أن يرتفع سعر جرام الذهب بقيمة 1000 جنيه للجرام مع حلول نهاية العام. ويرجع السبب في ذلك إلى اعتماد بورصة الذهب القرار الذي تم إعلانه منذ بداية العام الجاري. وأوضح أن سعر الذهب العالمي سيشهد تغيرات وتطورات من شأنها أيضا التأثير على السوق المحلية، موضحا أنه يمكن أن يتغير سعر الذهب بين الساعة والأخرى رغم سياسة الفيدرالية التي اتبعها بتخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى أن هناك تغيرات جديدة تطرأ. وإلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية. أنا أشرقت أشرف وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.